تم تحريف الإنجيل؟ الجواب نعم، تم تحريف الإنجيل. الدليل طبعا الأدلة على تحريف الإنجيل كثيرة جدا بعدد شعر رشيد فبركات، واتكلمنا فيهم كتير قبل كده، لكن ممكن ناخد بعض الأدلة فقط في هذه الحلقة علشان ما نطولش على المشاهد. ومن ضمن الأمثلة اللي بيعترف فيها علماء رشيد المسيحيين نفسهم على إن الإنجيل متحرف، ده كتاب مع يوحنا في رسالته الأولى بقلم أشرف يوسف، بيقولك إن نص فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. النص ده محرف، يقول هذا العدد غير موجود في الأصل اليوناني، فالسماء لا تحتاج أصلا لشهادة. يعني اللي ضاف هذا النص جاهل، يجهل أصلا إن السماء لا تحتاج أساسا لشهادة، والملائكة المختارون ليسوا بحاجة لشهادة الله أنه أعطى الإنسان حياة أبدية في ابن، وحتى أرواح القديسين في السماء لم تعد في حاجة لهذه الشهادة. كذلك لا نقرأ في الوحي عن ارتباط الكلمة بالآب كلفظين متناظرين، فعادة يرتبط الكلمة بالله والابن بالآب، واتفق معظم الشراح منذ القديم أن هذا النص زيد حرف بالزيادة على هامش إحدى المخطوطات، ومع النسخ نقل خطأ. وتقول دائرة المعارف الكتابية المسيحية في صفحة 295، وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر. وجاء في كتاب وصف تاريخي لتحريفين مهمين في الكتاب المقدس لإسحاق نيوتن صفحة 59 بيقول: فإن كيرلس السكندري يقرأ النص بدون هذه الشهادة في الكتاب الرابع عشر من معجمه، وكذلك أويكومينيوس وهو يوناني لاحق في تفسيره لهذا الجزء من رسالة القديس يوحنا، وديدموس السكندري في تفسيره يقرأ النص الروح والماء والدم بدون ذكر الثلاثة الذين في السماء. يعني أباء الكنيسة الأوائل ما كانوش شايفين ولا يعرفوا هذا النص إطلاقا. وكذلك ترجمة الأباء اليسوعيين مدخل رسائل يوحنا صفحة 764 يقول: ولكن هناك فقرة كانت في الماضي موضوع مناظرة مشهورة، ومن الأكيد أنها غير مثبتة، إنها جملة معترضة، وهي التي بين قوسين في هذه الجملة: الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون هم ثلاثة في الأرض. كل الجملة دي كده لم يرد هذا النص في المخطوطات فيما قبل القرن الخامس عشر، ولا في الترجمات القديمة، ولا في أحسن أصول الترجمة اللاتينية، والراجح أنه ليس سوى تعليق كتب في الهامش ثم أقحم في النص في أثناء تنقله في الغرب. وكمان جاء في كتاب رسائل يوحنا لهلال أمين موسى صفحة 78: هذا العدد غير موجود في الأصل اليوناني، وأضافه المترجمون ظنا منهم أنهم يوضحون الحقيقة، والذي يرينا أن الإضافة هنا كانت خاطئة أن الشهادة مرتبطة بالأرض لا بالسماء، لأن السماء لا تحتاج إلى شهادة، لأن فيها الملائكة وأرواح القديسين، وهؤلاء لا يحتاجون إلى شهادة. بل ويقول تفسير ويليام كيلي صفحة 385: على أن الفصل الذي أمامنا قد زيدت عليه بعض كلمات سواء بقصد أو بغير قصد، وهي التي نراها في الكتاب المشاهد بين قوسين، التي تقول الذين يشهدون في السماء في العدد السابع والمنتهية بكلمتي على الأرض في العدد الثامن ليست جزءا من النص الأصلي. اعتراف واضح أهو بالتحريف يا رشيد، جاء أحد النساخ وأدخلها في المتن. بل بيقول كارثة، بيقول على أن أي مسيحي ولو لم يكن يعرف كلمة واحدة من اللغة اللاتينية
اللاتينية يستطيع أن يحكم على الفور إنها كلمات مضافة، يستطيع على طول أن يقول إن هذا النص محرف، وهو ليس بحاجة إلى رجال العلم أو أبحاثهم ليقرر أن الفقرة زائدة، بل التفسير بيقول لك أدلة قاطعة على إني كاتب هذه الزيادة المحرفة راجل جاهل ما يفهمش حاجة، بل وضع لك الأدلة الدامغة التي تؤكد أن المحرف اللي أضاف هذا النص في القرن الخمستاشر بعد الميلاد ما بيفهمش حاجة خالص في الكتاب المقدس. يقول: أما أولا فما معنى الشهادة في السماء؟ تأمل جيدا في التعبير، ألا ترى أنه ليس فقط غير كتابي؟ ده تعبير غير كتابي أصلا، بل يدل على الجهالة، واحد جاهل اللي أضاف هذا النص. هل من حاجة إلى شهادة في السماء؟ إن سكان السماء الطبيعيين ملائكة، ولم يكونوا يوما من الأيام بحاجة إلى شهادة، هم مختارون ومقدسون فلا داعي للشهادة لهم. ثم أن الملائكة الساقطين قد هلكوا هلاكا لا قيامة لهم منه، إذ تركوا رياستهم أو مكانهم الأول، بعضهم محفوظون في سلاسل الظلام فلا شهادة لهم جميعا. وأرواح القديسين الذين انطلقوا ليكونوا مع المسيح هل تحتاج إلى شهادة؟ إن الشهادة لازمة لسكان الأرض مش للسماء. وتحت في الهامش بيقول: دليل آخر مستمد من الكتاب نفسه على عدم قانونية هذه الفقرة، يعني هذه الفقرة أو هذا النص محرف. إيه بقى الدليل؟ بيقول إننا لا نقرأ لأي واحد من كتبة الوحي عن الآب والكلمة كلفظتين متناظرتين، ففي الكتاب يرتبط دائما الله مع الكلمة والآب مع الابن، يعني ما ينفعش تقول الآب والكلمة، فبالتالي ده دليل آخر يؤيد تحريف هذا النص. والآخر رشيد فيسيولوجي بمنتهى الجهل يجي يقولك: هل تم تحريف الإنجيل؟ بس لا، الدورات هو إذا أحدث صوتا، إذا لم يحدث صوتا اسمه فوسان. بس تخصصه فيسيولوجي مش فيزيولوجي، هذا تخصصه فيسيولوجي. بس تخصص دوراتي، واللي بالصوت واللي من غير صوت انواعه، يعني سامحني يعني هو فساء باللغه، لازم نصححك يعني ما تغلطش، لا فساء. بس وخد مثال تاني يا رشيد على تحريف الاناجيل. نص المراه الزانيه اللي هو: من كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. هذا النص مضاف ومحرف بالاجماع، اجمع علماء المسيحيين على ان هذا النص محرف اساسا. تقول الترجمه اليسوعيه صفحه 286: اما روايه المراه الزانيه فهناك اجماع على انها من مرجع مجهول فادخلت في زمن لاحق. وبالفعل قصه المراه الزانيه دي مش موجوده في جميع هذه المخطوطات القديمه، لا موجود في المخطوطات اليونانيه ولا حتى السريانيه. جاء في كتاب ينابيع سريانيه يقول: المقطع حول المرأة الزانية ليس جزءا من نص البسيطة الأصلي، هذان النصان أضيفا في حقبة متأخرة ولهذا جعل بين أقواس. بل وحتى الفاصلة اليوحنوية التي نجدها في الفولجات اللاتينية للعهد الجديد اللي هم نفسهم اعترفوا بتحريفها، مالها بقى الفاصلة اليوحنوية؟ غائبة أيضا من المخطوطات اليونانية القديمة ومن الترجمات القديمة بما فيها البشيطة السريانية، بل وغائبة أيضا من أفضل مخطوطات الفولجات اللاتينية نفسها. وجاء في كتاب الخلفية الحضارية للكتاب المقدس العهد الجديد الجزء الأول لكريغ كينر صفحة 250 بيقول: المرأة التي أمسكت في زنا. هذه القصة كانت محذوفة من المخطوطات المبكرة كلها، ومن المتفق عليه أنها أضيفت محرفة، أهو حرفت أضيفت للإنجيل الرابع فيما بعد. ويقول بروس ميتزكر في كتابه The Text of the New Testament، كتاب
نص العهد الجديد صفحة رقم 112 بيقول: من المثير للاهتمام أن المقاطع التي اعتبرها علماء النصوص مشبوهة بشدة. يعني يا رشيد كتابك في نصوص مشبوهة بشدة. زي ايه بقى النصوص المشبوهة دي؟ مثل البيان حول تحريك الملاك للمياه في يوحنا 5، والمرأة التي أخذت بالزنا. كل دي نصوص مشبوهة بشدة وغير موجودة في هذه المخطوطة. بل ويقول الأب متى المسكين في تفسيره صفحة 510 إن هذه القصة مشجع للانحلال الخلقي. تخيلوا بقى إن رشيد بيؤمن بالنص ده اللي هو مشجع على الانحلال الخلقي، رغم إنه نص محرف ومضاف أساسا، وباعتراف مين؟ باعتراف علماء رشيد بذات نفسهم. بعد كل هذه الاعترافات والأدلة الصارخة التي تثبت تحريف الإنجيل، يحاول رشيد الكذب على الناس ويدعي وجود أدلة على عدم تحريف الإنجيل. تعالوا بقى نسمع إيه هي أدلة عدم تحريف الإنجيل اللي هيقدمها رشيد فيسيولوجي. أدلة عدم تحريف الإنجيل: لم يكن هناك كتاب كتبه المسيح ويطوف به، لم تكن هناك صراعات على السلطة، كل الأناجيل كتبت في القرن الأول، لدينا مخطوطات بالآلاف تعود للقرون الأولى. فهذه كلها أدلة على عدم تحريف الإنجيل. تخيلوا إن هي دي كده بس الأدلة اللي قدمها رشيد على عدم تحريف الإنجيل. تعالوا بقى نناقشها واحدة واحدة كالعادة عشان نوريكم إن رشيد يستحق لقب فيسيولوجي. أول شيء رشيد أنت بتقول لم يكن هناك كتاب كتبه المسيح. معرفش إيه علاقة ده أصلا بإن الإنجيل اللي موجود دلوقتي محرف. يعني لو هو المسيح ما كانش كتب انجيل اصلا، فهل ده معناه ان الانجيل اللي معاك دلوقتي ده مش محرف؟ ده ايه الذكاء ده؟ ورغم ذلك المسيح كان معاه في ايده انجيل بيبشر بيه. بحسب جميع هذه النصوص الظاهرة امامك على الشاشة، تقدر توقف الفيديو وتقرأ بنفسك هذه النصوص اللي بتقول ان المسيح كان يمسك في يديه انجيل ويبشر به، وهذا الانجيل قد استلمه المسيح من الله. النقطة الثانية رشيد بيقول لم تكن هناك صراعات على السلطة. ده اللي هو ازاي لمؤاخذة؟ يعني ما سمعتش خالص عن خراب أورشليم؟ ما سمعتش عن الثورة اليهودية؟ ما سمعتش على ان قسطنطين ادعى المسيحية كذبا وزورا في محاولة لتحريف المسيحية من الداخل؟ ما سمعتش عن اضطهاد بولس واليهود في بداية المسيحية لتلاميذ المسيح وقتلهم وأسرهم وسجنهم والاعتداء عليهم بل والسطو على كنائسهم وسرقتها؟ ودي اعترافات واضحة وصريحة من علماء رشيد والكتب المسيحية نفسها على ان قسطنطين الملك لم يتنصر اساسا، وانما ادعى المسيحية كذبا لادخال الوثنية فيها. ادعى المسيحية لكي يدخل العقيدة الرومانية الوثنية والثواليث الوثنية ثانية في الديانة المسيحية. تقدر توقف ايضا الفيديو وتقرأ هذه المصادر اللي على الشاشة. النقطة الثالثة يقول رشيد كل الاناجيل كتبت في القرن الاول. ايوة فين بقى المخطوطات؟ هاتلي مخطوطة واحدة كاملة لأي انجيل بتعود للقرن الاول الميلادي. النقطة الرابعة يقول رشيد لدينا مخطوطات كثيرة تعود للقرون الاولى. ايه بقى للقرون الاولى دي؟ يعني القرن الثالث بقى قرون اولى؟ المخطوطات اللي معاكم يا رشيد بتعود للقرن الثالث بعد الميلاد والرابع بعد الميلاد. دي اقدم حاجة معاكم، يعني بعد اكتر من 300 سنة من زمن المسيح. بل وخد الصدمة دي كمان، ان لا يوجد مخطوطتان متطابقتان، وده باعتراف علماء رشيد بذات نفسهم. تقول الموسوعة الكاثوليكية، وهي اكبر موسوعة لاهوت دفاعي في العالم، لم تكن مشيئة الرب حفظ كتابه، ولذلك تظهر المخطوطات أكثر من 150 ألف اختلاف في مخطوطات العهد الجديد. ويقول القصة حبيب سعيد في كتابه المدخل إلى الكتاب المقدس صفحة 48: ولعل بعض الناس يضطربون بعض الاضطراب حين يرون من هذا البحث الفني أن الكتاب المقدس لم ينقل إلينا كلمة معصوما عصمة كاملة من حيث سلامة النصوص
النصوص اللفظية. يعني الإنجيل يا جماعة مش معصوم من التحريف من الآخر كده، ولكن هذا هو الواقع، أردنا أو لم نرد، ولا خير في إخفاء الحقائق الواضحة، والحق هو الحق ولا فائدة من إخفاءه أو تجاهله. وجاء في كتاب المدخل إلى تفسير العهد الجديد لجورج فرج صفحة 39 بيقول: واحد، المخطوطات الأصلية مش موجودة. المخطوطات الأصلية يا رشيد غير موجودة، يعني مفيش ولا مخطوطة واحدة من اللي معاكو مخطوطة أصلية أساسا. اتنين، حدثت بلا شك أخطاء متنوعة في عملية النسخ، أو خطأ في فهم الناسخ وتخيله أن المخطوط المصدر به خطأ ما يكون هو بتصحيحه وما شابه ذلك من إشكاليات. تحت بقى في الهامش بيقول لنا معلومة خطيرة جدا، بيقول إيه؟ بيقول: وبطبيعة الحال لا توجد مخطوطتان متطابقتان، مفيش مخطوطتين على وجه الكرة الأرضية للأناجيل متطابقين. وجاء أيضا في كتاب مدخل إلى النقد الكتابي للمهندس رياض يوسف داود صفحة 23 بيقول: كان الكتاب ينسخ نسخ اليد من بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل في ألوان وأنواع من التحريفات التي ظهرت في عدد كبير من القراءات. فما أن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط مليانة تحريفات. وتقول الترجمة اليسوعية صفحة 53: والجدير بالذكر أن بعض النساخ الأتقياء خالص عملوا إيه بقى؟ أقدموا بإدخال تصحيحات لاهوتية على تحسين بعض التعابير التي كانت تبدو لهم معرضة لتفسير عقائدي خطير. يعني لو عاوزين يألهوا يسوع ممكن بسهولة جدا يقوموا محرفين النص عشان يألهوه. بل وفي صفحة 13 يقول: ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف ألوان التبديل ظهرت في عدد كبير من القراءات. بل وجاء في كتاب نص العهد الجديد لبروس ميتزجر وبارت إيرمان صفحة 260 ينقل بروس ميتزجر عن القديس جيروم أنه قد اشتكى من النساخ الذين لا ينسخون ما يجدونه أمامهم، ولكن ينسخون المعنى الذي يعتقدونه هم، وربما أثناء محاولتهم لتصحيح أخطاء النساخ الآخرين كانوا يقدمون أخطاءهم أيضا للنص. ويقول أيضا بروس ميتزجر في كتابه Historical and Literary Studies، يقول: وقد اشتكى العلامة أوريجانوس فقال: لقد أصبحت الاختلافات بين المخطوطات عظيمة، إما بسبب إهمال بعض النساخ أو بسبب التهور الأحمق للبعض الآخر، فهم كانوا يهملون مراجعة ما نسخوه، أو بينما يراجعونه يقومون بالحذف وبالإضافة على هواهم. والآخر رشيد فيسيولوجي بمنتهى البساطة كده يقول لك: فهذه كلها أدلة على عدم تحريف الإنجيل. بعدين رشيد بيقول لك ان في بقى مشاكل بتواجه المسلم في قضية التحريف. ايه بقى يا رشيد المشاكل اللي هتواجهني بعد ما اثبتت لك من قلب كتبك نفسها ان انجيلك متحرف؟ بالمقابل هناك مشاكل تواجه المسلم في قضية التحريف. اولا البينة على المدعي اللي بيتهم الانجيل عليه ان يثبت ما يقول، وبعد هذا لازم يثبتوا انه متى حرف. حلو، ادينا اثبتنا اهو من امهات كتبك بالدليل وبالبرهان ان الأناجيل بتاعتك محرفة. فين ردك بقى يا رشيد؟ طبعا هتعمل من بنها. بل وأثبتنا لك بالتحديد إمتى تحرف. في كل عصر من العصور بيتم التحريف، زي النص اللي أثبتنا لك من قلب كتبك نفسها إنه تم إضافته في القرن الخمستاشر بعد الميلاد. يعني تخيلوا كده، احنا دلوقتي في القرن الخمستاشر بعد الهجرة، ويتم إضافة سورة أو آية من آيات القرآن الكريم في المصاحف القرآنية، وبعدين فجأة كده
تلاقيها أصبحت نص مقدس بيقدسه جميع مسلمو العالم. تخيلوا ده لو كان حصل مع القرآن كانوا هم عملوا إيه. والآخر رشيد بمنتهى البساطة كده يقولك إن الإنجيل مش متحرف. بعدين رشيد زي ما معودنا عادي يعني بيسأل برضو سؤال بيبين وبيثبت مدى ضحالة فكره كالعادة. هل الله بعت رسالة عبثية؟ طيب لو حرف الإنجيل بعد سنوات قليلة من المسيح، ما الداعي أنه يبعث هذا الإنجيل ويبعث رسالة ويبعث كل هذا الأمر؟ فيش أي نتيجة، ما الداعي؟ لأن في مبدأ سعادتك